حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية الأمسية الثقافية والفنية التي نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين بالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين، احتفالا باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وأكد وزير الخارجية خلال كلمة ألقاها على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روابط حضارية ودينية وثقافية واجتماعية. يسخر أرشيف ذاكرة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بصور تجسد عمق العلاقات الأخوية والدبلوماسية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وفي أمسية ثقافية وفنية شهدتها السفارة المصرية لدى مملكة البحرين، احتفى الحضور فيها باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تتميز العلاقات الأخوية بين حضارتي دلمون ووادي النيل بعمق تاريخي يعود إلى أكثر من 5000 عام. اليوم نحتفل بمرور 50 عاما على العلاقات البحرينية المصرية، وفي الواقع هذه العلاقات صار لها أكثر من 50 سنة. يعني العلاقة الرسمية التي نتحدث عنها الآن هي علاقة رسمية بين الحكومات وكذا، ولكن الشكل الحضاري والعلاقات الحضارية بين البحرين ومصر علاقات وسمات يعني مشتركة منذ سنين طويلة جدا، يعني ومنذ العهد الملكية وغير ذلك وقبل ذلك بكثير، يعني فالتاريخ مشترك والاستراتيجية مشتركة والرؤية للمستقبل مشتركة. إنها علاقة لم تمتد فقط لـ50 عام اللي فاتت، ولكن هي بالفعل ممتدة لأكثر من 100 عام، وبتحفها يعني الكثير جدا جدا من علاقات التعاون في كافة المجالات التي ممكن يتخيلها أو يتطرق إليها ذهن أي مواطن من البلدين، بالإضافة للعلاقات الاجتماعية أيضا ما بين الشعبين من خلال حالات المصاهرة. نحن في عام قادم جديد، وهذا الاحتفال هو على إثر العيد الوطني للبحرين والعام الجديد. كل تمنياتي أن تتوطد العلاقات باستمرار في العام الجديد للحظة جميعا بمزيد من التعاون والوحدة في المواقف الدولية والمواقف العربية. أنا سعيدة جدا بمشاركتي في الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حيث أن البلدين يتشاركان في العديد من القيم والمبادئ والتسامح والتعايش والحرية الدينية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بين البلدين. البحرين بلد جاذبة، واللي يعيش فيها يحبها، والعلاقات مع مصر وطيدة وقديمة وجميلة جدا في كل المجالات، زي ما قال سعادة السفير، في الطب وفي الصحة في التعليم، في كل المجالات علاقات جميلة قوي. ويجسد هذا كله مدى اهتمام مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بما يجمعهما من علاقات متينة وروابط حضارية ورؤى ومواقف دبلوماسية حكيمة وإيمان مشترك بوحدة الهدف والمصير وترابط وتكامل وشراكة استراتيجية وطيدة مزدهرة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري، التي تتميز على الدوام كأنموذج في التلاحم والعمل العربي المشترك والحرص على السلام الإقليمي والدولي وإرساء قيم التعايش والانفتاح العلمي والثقافي والحضاري.